حوز النفوس كفرز الصخور ففيها النفيس وفيها الحجر، وبعض الأنام كبعض الشجر، جميل القوام شحيح الثمر، وبعض الوعود كبعض الغيوم، قوي الرعود شحيح المطر. وكم من أسير بقلب طليق، وكم من طليق كواه الضجر. ابحث في نفسك عن جواها، وخلي وعودك مش رعد وبرق بدون مطر، وخلي اللي حواليك ناس بروقهم ورعودهم ممطرة، وخلي حواليك الناس وكن أنت شجرة مثمرة. اختار البيئة الصح والأشخاص والأصدقاء الصح والناس الصح اللي بيولدوك وبيشحذوك وبيشحنوك، لتتخلص من دوافع كلها بالحزن والموت والانهضار.